رأيتم دائما الحركة النسائية التقدمية، وهذا اعتراف من الحكومة اليوم داخل هذه القبة. نتساءل عندما أحلتموه إلى لجنة حكومية، هل يمكن أن يستأمن السيد رئيس الحكومة على قانون وهو فند من هذه القبة أن يوجد عنف في المغرب، رغم أن العنف ضد النساء اليوم استشرى من اغتصاب فتيات طفلات سنتين إلى تزويجهن قاصرات إلى اغتصاب مسنات. سيد الوزير، أنتم مطالبون اليوم بأن تقدموا اعتذارا للنساء المغربيات، فجرتم ومارستم عنفا بحكم مسؤولياتكم داخل الحكومة عن وزارة بهذا الحجم، عندما دعمتم اجتهادا قضائيا جائرا المتعلق بمنع وعدم تمتيع سيدات المستفيدات من تطليق أو طلاق بالشقاق من حقهن في التعويض أو المتعة. هذا عنف مارستموه شخصيا وتبعتكم فيه جل الاجتهادات الأخرى. هل يمكن أن تبرروا اليوم النساء المغربيات فشلكم في تدبير صندوق التكافل العائلي وفشل الحكومة في أن تخرج؟ شكرا. تعقيبة إضافية سيدة النائبة من فريق دستوري. شكرا سيد رئيس. السيد الوزير، هل قامت حكومتكم بدراسة أو تقييم لظاهرة العنف ضد المرأة؟ مع الأسف الحكومة لا تواكب ديناميكية وحركية المجتمع. هناك العنف الاجتماعي والعنف الاقتصادي والمادي والعنف المعنوي على مستوى الإعلام وحتى الكتب المدرسية على عدة مستويات كسوق الشغل. نحن بحاجة إلى اجتهاد في بعض القراءات والنصوص لضمان حقوق المرأة. كذلك العنف الجنسي ضد الطفلات، مثلا تعنيف جنسي وقتل الطفلات في منطقة برشيد. ماذا فعلتم السيد الوزير غير إحالة الملف على القضاء؟ هذا سؤال. شكرا. سيدة النائبة المحترمة، تتحدثون وكأن العنف ضد المرأة. سادة النواب وسيدة النائبات، تتحدثون وكأن العنف ضد المرأة ولد ذات فجرين يوم وجدت هذه الحكومة. سيدة النائبة، ينبغي أن تعتذروا للشعب المغربي، لأن العنف كان وقتكم وكان في زمانكم ولم تستطيعوا إصدار هذا المشروع. سيداتي المحترمة، وهذا المشروع هذا كان يتم تداوله داخل الحكومة، وكانت السيدة قلي وزير التضامن هي من تقدمه، ولكن تجد من صفوف الحكومة من يعارضه. هذا أولا. ثانيا سيدة النائبة المحترمة، إذا تحدثت عن قرار محكمة النقد الخاص بعدم أحقية المرأة في المتعة متى كانت هي طالبة التطليق، فهذا قرار صادر عن محكمة النقد وصدر وقت أن كنتم في الحكومة، وكان وزير العدل منكم، وكان عليكم أن تتقدموا بطلب المراجعة. لم تفعلوا ذلك. اليوم تقولون أشياء عجزتم عن القيام بها. سيدتي، إذا كان هناك من اعتذار ينبغي أن تعتذري للقضاء. سيدتي، ينبغي أن تعتذري للقضاء، لأنك تتحدثين عن القضاء وكأن القضاء تلاميذ في مدرستك. سيدتي المحترمة، ينبغي أن تتحدثي عن القضاة بشيء من الاحترام. وشكرا.